السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض البط بتاعنا ده يا جماعة. بط اللي أنا قلت لكم في الأول كده إن شاء الله أنا هجيبه على أساس بإذن الله ينهض معايا رمضان. في ناس كتير ما صدقتش إن هو ممكن ينهض رمضان. قالت لي مش هيماء ده إحنا خلاص رمضان قرب وكده. أنا قلت لكم ده يا جماعة أسرع بط ممكن إن أنت تجيبيه. ده زيه زي الفراخ البيضة بالظبط، بيكبر بسرعة ورغبة معاكش. كمان في حاجه هقول لكم عليها، البط ده يا جماعه بيتحمل كتير جدا. ده يختلف عن البلد، يختلف عن المسكوف، ويختلف عن اي نوع بط تاني. بالرغم من ان الايام دي جو هوا وجو برد، بس ما شاء الله وانا سايبه في نفس المكان هنا لا فرشه ولا اي حاجه، بيستحمل كتير جدا، لا جاله اسهالات ولا تعب ولا اي حاجه. حتى انتوا كمان لو لاحظتوا معايا هتلاقي البط ما شاء الله بدا ان هو يسلل ويريش. وانا قلت لكم في الوقت ده يا جماعه بنجيب ايه؟ بنجيب املاح معدنيه وفيتامينات. وانا بامانه انا جبته، يعني ايه، جبت كام يوم كده وبطلت، ولغايه دلوقتي لسه ما حطيتلوش، بس بسم الله ما شاء الله. يعني انا متفاجئه اصلا يعني من الحجم بتاعه ومن المنظر بتاعه. البط ده كده ان شاء الله شهر واحد وتذبحي منه، يعني باذن الله ممكن على نص رمضان كده هتاكلي منه ويبقى حلو زي الفل. تمام؟ طيب نسمي الله ونحط لايك للفيديو، وصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وشيروه علشان ناس كتير هتستفاد من الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده. خدوا بالكم هنعمل وصفه ممتازه جدا. الناس يا جماعه اللي هي بتقول العلف غالي، النهارده ان شاء الله هعمل لكم وصفه كويسه جدا هتوفر معاك العلف، وفي نفس الوقت كمان هتخلي البطن ما شاء الله يشيل معاك وزن كويس جدا خلال اسبوعين واحد بس هيكون تم بالريش. تمام كده؟ يلا يا جماعه كده اللي ما حطش لايك وحط لايك، ويلا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده. مبدئيا كده الناس اللي سالتني على البطن ده، انا يا جماعه ما كنتش بحب ان انا اربيه. ليه؟ علشان الصوت بتاعه، هو الصوت بتاعه بس هو بيبقى في الطعم بتاعه ما شاء الله كويس جدا، بيبقى طعمه زي طعم البلد، بيبقى حلو قوي. بس يعني العيب الوحيد اللي فيه ان هو بيبقى شايل ايه، يعني بيبقى سمين شويه. ده علشان كده انا ما كنتش يعني ايه بحبه قوي. بس هو ما شاء الله ما شاء الله احسن بط يا جماعه. الناس اللي هي يعني ملهاش في التربيه قوي ممكن ان هي تجيبه. ليه؟ بيستحمل معاكي البط ده، بيستحمل معاكي. انا عارفه ان في ناس كتير هتستغرب. البط ده يا جماعه يعني بيستحمل، شفت اللي بيقولوا حمال الاسيه كده، هو ده حمال الاسيه. لا بسل ولا بيجيله برد ولا اي حاجه. انا سايباه في المكان اللي انتوا شايفينه دوت، في الطل بقى وفي الهواء وفي البرد وكل حاجه اهو زي ما انتوا شايفينه كده معايا على الطبيعه. لا فرشت قش ولا اي حاجه، وما شاء الله ما شاء الله ماشي معايا بسرعه رهيبه. وما شاء الله برده تحس كده تشيل البطه تلاقيها يعني شايله وزن حلو قوي. تمام؟ ان شاء الله برده يا جماعه زي ما قلت لكم هنجيب الاملاح والفيتامينات على اساس ايه؟ ان البط يمشي معايا كويس برده، وفي نفس الوقت ايه هيريش معاكي بدري. طيب هنعمل خلطه ايه النهارده؟ انا النهارده هعمل وصفه كويسه جدا وهحط عليها مكون حلو قوي للبط، هيخلي البط ما شاء الله يمشي معاكي زي الصاروخ. ايه هي الوصفه؟ هقول لكم عليها. العلفه بتاعتهم عباره عن ايه؟ هندخل بقى فيها حاجات كويسه جدا هتخلي البط ما شاء الله هيجي معاكي بسرعه الصاروخ. البط ده يا جماعه ده يمكن في العمر ده هياكل معاك خضار، هياكل معاك عيش، هياكل معاك دش، بصي هياكل معاك اكل بيتش كمان عشان تبقى انت عارفه. يعني كل حاجه هياكلها هو البط ده يا جماعه بالذات، بياكل اي حاجه وما شاء الله. يعني هو بقى يعني ايه ممكن البط البلدي يعني ممكن ايه لو انت مثلا جيت حطيت له حاجه جنب الدش جنب العلف ولا حاجه يغضب عليه، لا هو ده ما شاء الله بياكل كل حاجه. فانا النهارده هعمل خلطه كويسه جدا بالرغم ان هو يعني ان هو لسه برده ما ريشي، بس هنعمل خلطه حلوه قوي هتوفر معانا بقى العلف. ده يا جماعه الدش، دش وسط اهو مش خشن يعني ولا حاجه، دش وسط. بصوا بقى انا هعمل معاه كمان اهو، ده العيش المدشوش اهو، ده عيش، ده العيش العادي بنشوفه وندش. في ناس كتير طبعا عارفه عيش مدشوش. هنعمل خلطه بقى يعني من احسن الخلطات اللي احنا ان شاء الله هنعملها. هنجيب عليها كده شويه عيش كمان. العيش حلو يا جماعه، العيش بيتقل، العيش فيه خميره حلوه قوي للطيور كده حلو قوي. يعني 5 كيلو دش ده هم هنحط عليهم يجي ايه، يجي 2 كيلو عيش، 2 كيلو 3 كيلو على حسب اللي عندك. ماشي؟ بصوا بقى نعمل ايه كمان، ده الرده. هقول لكم الرده انا بحط رده ليه، عشان كتر كده رده برده ولا حاجه اهوت. يعني ممكن ايه احط ايه حوالي كيلو ونص كده، 2 كيلو اهو. شيل بس الخشنه دهيت. الرده دي بقى بتعمل ايه؟ ده اللي بيساعد البط ان هو يطلع معاك الريش بسرعه. الرده فيها كالسيوم يا جماعه، محدش يقول لي، كان في حد بيقول لي يا حق الرده بتخسس، لا بالعكس الرده ما بتخسس.
الرده بتخلي الفراخ او اللي تخلي الطيور معاكي تشيل وزن كويس. يمكن معظم الناس اللي هي يعني بتيجي تسمن المواشي وكده بتدخل الرده علشان تسمن معاهم. والرده يا جماعه زي ما قلت لكم فيها كالسيوم، حلوه للفراخ وحلوه للبط، وحلوه كمان في ان البط كمان اللي هو ايه الريش بتاعه بيطلع بطيء بيطلع معاك الريش بسرعه. بقى انا كده ايه عملت عيش ودش وعملت رده. بصوا بقى هقول لكم ده ايه، ده الفول الصويا. بصوا ده الفول الصويا ده الكيلو منه ب 8 جنيه. ده يختلف عن الناس يا جماعه اللي هي بتقول لي الكيلو الفول الصويا ما اعرفش ب 20 جنيه ولا ب 30 جنيه. لا الفول الصويا ده خاص بالطيور بس والحيوانات. هو دلوقتي كنا بنجيب الاول ب 8 جنيه، هو دلوقتي بقى ب 10 جنيه الكيلو، هو يعتبر غالي. ماشي هنحط برده كده حوالي ايه نص كيلو على الخلطه دي. اعملها بقى كده وتفرجي للطيور عندك. كل ده بقى وانا لسه ما حطيتش ايه العلف بتاعه. طبعا احنا مش هنحط علف كتير، لا بصوا ده كده حوالي يجي كيلو ونص علف اهوت، هنحط عليه كمان يجي كيلو ونص. ده حلو قوي تمام، علشان برضو ما نحرمهمش من العلف ويقوموا يشدوا بعضهم. لا لما تيجي تقللي العلف يا جماعه محدش يقلل مره واحده يحرم يحرم البط من العلف. حاولي ان انت تقلبي يعني تقللي قصدي شويه بشويه علشان ما يشدش في بعضه. دلوقتي كده خلصنا الخلطه اهيت، هي المفروض برضو بنحط عليها مكون كويس، بس انا ايه علشان ما نطولش عليكم الحلقه هنحط بس البط كده ياكل، بس مش هنكتر يعني ايه، اما البط ياكل معانا بالطاقه يبقى احسن. بصوا بقى هناخد كده معايا ايه معايا توم باودر زي ما انتم شايفين كده، هنقلب شويه كده اهوت على العلف بتاع البط. انا ما رضيتش اقلب الكميه كلها على العلف. ليه بقى ما رضيتش اقلبها؟ لان ممكن الخلطه ديت ممكن ايه ابقى اقلب على العلف مثلا يوم خميره يوم عسل الحاجات دي كلها. معايا برضو ده يا جماعه ده بصل، بصل هناخد منه كده حوالي نص معلقه من الثوم ونص معلقه من البصل على العلفه بتاعتهم وهنحطها لك. ده كده اهوت كده حلو قوي. هنحط بقى للبط دلوقتي ايه ياكل زي ما انتم شايفين معانا كده تمام. يبقى انا كده عملت خلطه زي الفل، واتحداك لو انت عملت الخلطه ديت وما جابتش مع البط نتيجه. البط ده يا جماعه لو انت عملته باستمرار الخلطه اللي احنا عملناها ديت اتحداك ان انت تاكله منه على رمضان، بالرغم من ان هو لسه عمره يعني شويه ما بتقلش حتى يعني بقاله حاجه و20 يوم، بس بسم الله ما شاء الله كويس جدا. الناس يا جماعه اللي عايزه تعمل مشروع البط ده اسهل واسرع مشروع ممكن تعمليه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.